يلا تيتا بدك بشاميل؟ تيتا؟ ايه يما بشاميل. من مسويه انت؟ لا لا كان مين رح تاكلي اصابعك ورا؟ يغسل عين. ترى فاطمه هذه اوليفيا ترى هي مسويه الاكل كله. وكل الله ما حد ساعدها في المطبخ مولية. عدل؟ عدل بابا. ما شاء الله. ما شاء الله طالعه على امها. اي طالعه على امها. صح. نفس طباخ امها. ايه شوف ايش كبرها طبخه كل هذا. شاي ما سويتي. وين وين المطبخ؟ طبعا وين وين المطبخ؟ من هذيل الحريم مو انتي. شيوخ عزيز شوفوا يما البيت مثل ما هو ما غيروا في اي شيء. عاد انا والهانة على كل شبر بهالبيت. الله كريم عمتي. ما عليه ما عليه ربا بغيتوا تزورونا حياكم باي وقت رفسوا الباب ودشوا. عدل يوسف. عدل. في شيء بابا؟ لا ما في شيء ما في شيء بس قولي لهم انك مسوي هالدياي قولي لهم مسوي البشاميل كلها قولي لها كل شيء قدامهم هذا كله شغلك انت. كل شيء عم تشوفوه في الطاوله انا عملته. ايه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. سنعه. اقول ليفيا انت اي جامعه درستي؟ شو؟ شو يعني جامعه؟ اوليفيا مو بالجامعه. اوليفيا طلعتها من المدرسه من من اول من اول ما ماتت امها، اول ما ماتت امها طلعتها من المدرسه. جبنا ماي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هيثم ماي ماي عاطفي. حلو حلو بسرعه يبا ماي ماي بابا شو في؟ اشرب هيثم اشرب. لا 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 دقوا على الاسعاف خلتيني تشوفه دقوا على الاسعاف. ما في شيء صور قاعد ما فجأة تعب ما شنو فيه؟ لا حول والله عورت قلبي هالمسكين. اي يا مواد كانت عايشه مزرعه يقولون ما ادري وين. عزيز هلا يما هلا. اخذ شيخ بسياره ناصر ودع البيت ان شاء الله ان شاء الله. يلا عشان لا تتعب علينا. مو قادر تعبت شو اللي قاعد يصير حواليني؟ انا مو عارفه شلون اتصرف. ليش؟ المشاكل قاعده تلحقني بكل مكان. ليش؟ ليش كذي يصير فيني؟